عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنكمل مع بعض ان شاء الله الخطوه بتاعتنا. احنا بنينا مع بعض اللاب لحد ما كنا واقفين على الفير لايف سايكل مانجر. الفير لايف سايكل مانجر محتاج مننا نعمله ديبلوي، وكنا واقفين على خطوه ان الديبلويمنت الحاجات اللي بتنزل معانا ماخدش فيها الفيرجن اللي احنا عايزينه. فكان بينزل معانا فيرجنز قديمه، حتى عملنا داونلود اوريدي لحاجه فيرجن اللي هو 8.1، وجينا نعمله داونلود وقتها وقال لي لا انت مش هتعرف تعمل له ديبلوي لان انت لازم تنزل الفيرجن. كان بيجي طلع الايرور هنا طلع وقتها وكاتشي، وكان دي هيدن ان بيقول لي ده مش سبورتد، لازم تنزل الفيرجن اللي سبورتد معانا. ورجعنا للي هو البي او ام للبيل اوف ماتيريالز، وقال لك انك لازم تكون منزل فيرجن اللي هو متوازن صغير اللي هو 8.6.2. اتاكد ان احنا دخلنا هنا على الريليز فيرجنز، وقال لنا احنا شغالين في 4.4، فاحنا ده الفيرجن بتاعنا. وقال لك الفور اللي حتى لاحظين رقم واحد ده اللي هو الدومين بتاعنا اللي هو المانجمنت اللي احنا عاملينه، وقال لي ان لازم يكون في لازم سكند مانجر يكون الايه 8.6.2، فلازم ننزل ده. فوقت ما ايه دخلت لقيت الفيرجن ده نزل، وبصيت لقيت انا بقى بدا الكلام ده كان ظاهر عندي 4.3 4.1 الحاجات القديمه. فاول لما ظهر معايا بقى الفيرجن بتاعتي 4.4 دورت ظهر معايا اللي فيرلايت لايف سايكل مانجر. انا رحت حتى فيه يعني ابديت للفي سنتر وحاجات لو انا عايزها، والان اس اكس تي في كريتيكال فيرجنز لنفسه البولند نفسه. وقعدت اقلب لحد ما لقيت فيرلايت لايف سايكل مانجر في 8.5، فهو 8.4 ده كله ما كانش ظاهر تمام. فلما لقيت اللي هي 8.6 اخترت ضغطت على داونلود ناو، وطبعا خدت وقت عشان تنزل. فلما نزلت طبعا بتظهر معايا، طبعا دي كانت الحاجات القديمة. بما انها خلاص نزلتها فظهر معايا داونلود هيستوري هنا، قال لي ان انت نزلت خلاص 8.6.2 دي داونلود. فبما اني عملت لها داونلود، لما اجي اعمل بقى ديبلوي هنا لفيلاز اوف سايكل مانجر فيلاز سويت، قال لي انت عشان بريكويزيت انت عايز تنزل فيلاز سويت؟ قلت له ايوه. قال عشان تنزلها رقم واحد عايز تنزل فيلاز اوف سايكل مانجر، وبعدين تدخل منه وتبدا تنزل اللي هو الورك سبيس 1 وفيلاز اوبريشن ولوجن سايت اوتوميشن. فاول حاجه ان انا ابدا اعمل ديبلوي للايه لفيلاز اوف سايكل مانجر. فازاي اعمل ديبلوي؟ قال لك تعمله ديبلوي من هنا. ظهر دي دلوقتي اللي قبل كده خد ان اكتف دلوقتي، لاني انا اوريدي عملت داونلود الباندل وموجوده جوه الاس دي سي مانجر، مجرد ما اعمل لها ديبلوي هتشتغل معانا. فنجرب نقول له عايزين نعمل ديبلوي للفير لايف سايكل مانجر. قال لي هل انت عملت دي ان اس والاي بي لوكيشن؟ هل النتورك فريش مظبوطه عندك للان تي بي والدي ان اس؟ هل الانستليشن افيلبل؟ طيب هنبدا واحده واحده. اول حاجه الاي بي واللوكيشن انا لسه ما عملتهاش، نعملها مع بعض. الاكتف دايركتوري بتاعنا وننشئ ريكورد، هنقول له عايزين هنا لاب، يقول له نيو، هنقول له فيرلايز لايف سايكل مانجر اون انجلش vRLCM تمام. الاي بي ادرس 1 7 2 15 11 مثلا، نقول له 71 افضل حاجه. واهم حاجه بالنسبه لك انك تتاكد ان الاي بي ادرس ده مش متاخد من حاجه تانية، هتقول له 1 7 2 15 11 71 الاي بي ادرس مش متاخد. خلاص نقول له 71، نقول له اد كده الاي بي ده فري. طيب هنيجي نعمل ديبلوي هنا، يبقى الدي ان اس اول حاجه هنقول له دي ان اس تمام. الدي ان اس والان تي بي خلاص احنا عملنا كرييت اهوت اللي هو عايزين تيست عليه، مفيش مشكله. نيجي نتست من هنا، نيجي ايه نعمل تيست دي ان اس ريكورد ظبط معانا. عملنا الان اس لوك اب، حطينا النيم بتاع الفير لايت سكيل مانجر بلس، ادانا النيم كامل والاي بي ادرس المظبوط. طيب كده النيم والتايم كل حاجه مظبوطه بالنسبه لنا. طيب نبدا الانستليشن بقى. اول حاجه هيبقى لو انتوا فاكرين احنا شرحنا في الفيديو اللي قبل كده اللي هو الاي في ان اللي هو ابلكيشن نتورك، ابلكيشن فيرتشوال نتورك، وقلنا ان هي عملت لنا سيجمنتس وعملنا لنا جيت واي وعملنا لنا كل الكونفيجريشن بتاعتنا مره. فهنرجع نبص عليها عندهم، تخش على السيريز بتاعتنا شارحين الاي في ان اهوت، وقايلين الخطوات بتاعتها خطوات بسيطه جدا ما فيهاش حاجه، تحط فيها الاي بي ادرس كونفيجريشن واللي هو اوريدي عمل لنا كريت جوه الان اس اكس، وشفنا ان هي موجوده فعلا في الان اس اكس. وزي ما انتم شايفين هي شغاله، فاحنا ايه دي اللي بنكمل عليها. فطبعا هو اول لما شيك لقاها موجوده، اول ابلكيشن فيرجن نوت فور بلسر سويت كده ديبلويمنت خلاص، هو جه اول حاجه كان المفترض يطلبها لقاها خلاص موجود عندي. فاللي بعد كده اديني بقى الفلوكر فايت نيم، تلاحظ ان هو يطلب مني ما طلبش اي بي في ار ال سي دوت
لاب دوت اس ايه. لاحظوا هو ما طلبش الباقي، هو بس طلب الجيت واي بتاع الايه، بتاع التير 1 92.168.11.250 سيستم ادمنستريتور، الباسورد بتاعتنا تبقى ايه، هنقولها له. خلينا بتاعت النسكس اللي هي دبل في ام وير، تمام. لا طبعا النسكس، اتاكد ان هي كده تمام. ايه تاني المطلوب؟ نفس الباسورد بس الاس اتش، هنا للسيستم ادمن هنقول له خلي نفس الباسورد بالنسبه لنا، تمام. وهنقول له خلاص نيكست. نلاحظ ادي الجيت واي بتاعتنا، الاي في ان موجود، النتورك بتاعته، السبنت ماسك، الجيت واي، الدي ان اس، الحاجات دي كلها موجوده، ال ان 61 جيت واي، وهكذا امورنا تمام. الفي ار لايسنس مانجر، النيم، الاي بي ادرس، هنقول له فينيش، يبدا هو يعمل ديبلوي. نقدر زي ما قلنا في الانفايرمنت قبل كده نبدا نتابع الديبلويمنت ده بيتم ازاي. طبعا هو يعمل ديبلوي للفي ام على الايه، على الفي سنتر بالنسبه لنا. فنقدر نبص عليه جوه الفي سنتر ونقدر نشوف الديبلويمنت بيحصل بالظبط ازاي. هنا انا ظهر معايا مشكله واحنا شغالين، ان هو لما جيت اعمل فاليديت قال لي ان انت عامل فاليديت لاي بي مش في الرينج. الفكره لما انا عملت معاك هو الاي بي ادرس الاولاني عملته 71 على اننا احنا ايه بس في الفيلان ديت، في النتورك ديت اللي هي 15.11.71. فجيت بعمل هنا ديبلوي، ظهر معايا قال لي لا، يعني لما جيت اعمل هنا الخطوه ديت هنا ديبلوي، قال لي الفاليديشن بيقول ان ده نتورك وده نتورك، لازم يكون في نفس النتورك بتاع الاي في ان اللي هي ايه 192.168. فلما تشيك عليها لقى الاي بي ادرس في الرينج مختلف مرضيش، وقفني وعمل لي مشكله. هنكبر راس الشاشه عشان نعرف. فانا رحت عملت حاجتين، رحت الاول رحت هنا انشات ريفيرس لوك اب زون للرينج الاي بي ادرس الجديد اللي هو 111، ده يا شباب اللي انتوا عارفينه 192.168 تمام. ولما عملت ريكورد جديد اللي هو ايه في ار ال سي ام لسه ماشي، عملته على الرينج الجديد ده ماشي. طبعا عملت فورورد وراح في الفورورد والريفرس، بس راح لاي بي ادرس مختلف اهو تمام. يبقى اول واحد رحت على الريفرس قلت كرييت نيو زون وعملت نيكست نيكست بالنسبه لي لحد ما جت على خطوه الاي بي ادرس، حطيت له اللي هو هنا ايه 192.168 وهو قلبه لي الاوتوماتيك تمام كده، هو عمله لي كده بس. وقتها لما عملت الكلام ده ظهر معايا هنا ال 11 اهوت، وقتها قدرت انشئ عليه الريكورد، والريكورد لما ظهر هو عمل فاليديشن مبدئي عليه وعداه. يبقى رقم واحد بالنسبه لك ان ايه ده الريكورد، لان احنا عملنا الاي في ان عشان يربط عليه. الاي في ان اللي هو الايه الابلكيشن فيرتشوال نتورك. نلاحظ دلوقتي هو بيعمل ديبلوي للفيرلايز لايف سايكل مانجر، وبعد بيتكلم الخطوات بتاعته بقى، فاليديت الجيت واي، كونكتيفيتي تمام، يعني كل خطوه خطوه منها بيشرحها. هنا دلوقتي هو بيعمل ديبلوي فيلاز اللي بقى، يعني اول حاجه عمل فاليديشن لكل الحاجات ديت، شايف تخيلوا شايف ده كله عمله فاليديت تمام. ريكويست كونفيجريشن فيلاز لايف سايكل مانجر، الاس اس ال سيرتيفيكيت، الاس اس اتش، نتاكد ان الهاردوير على الاس اس دي تمام، الان تي بي، الستوريج، الاكونت بتاع الاس دي سي مانجر تمام، الباسورد فيلاز لايف سايكل مانجر، عامل له باسورد اللي هي الكوركت بلس زي كمان ماجيك كريدنشال فروم ذا انبوت كريدنشال اوتوميت هيلبر اكشن، كل اللي ده لسه. معلش يا شباب معلش، شوفوا بقى المحتاج من الحكي نركز. شوف هنا البيندنج ده لسه كله هيعمله السكسس، عايزين نشوف السكسس. طب انا بيمشي خطوه بخطوه، هو دلوقتي اللي عمله ده اهو، ده كله عمل اول حاجه الفاليديت جيت واي كونكتيفيتي كونسوليديت ريزلت فاليديشن ريلايزد مانجر فاليديت الاو في اي الباسورد، قاعد يعمل الحاجات دي كلها. فاليديت ستاند الون اس تي از نوت دوبليكيتد في لايسنس كريم انجر اي بي، ما عندوش اي بي ادريس دوبليكيت، الفول كواليفايد نيم، التير 1 جيت واي، ده كله وبيعمل له فاليديت ماشي يا شباب. وبعدين هيبدا يعمل دبلوي. طب انا هل هو بيعمل دبلوي دلوقتي فعلا؟ اهو شايفين هو دلوقتي بيعمل دبلوي للفيرتشوال ماشين على على الفي سنتر عندي تمام. وشويه تظهر معايا اهيت بدا ينشئ عند الفيرتشوال ماشين لسه باورد اوف، بس ايه بدأ اداها الريسايز بتاعها وعمل كل حاجة بعمل لها ديبلوي عندي على الفي سنتر. ماشي يا شباب، عشان لو حد برضه اهتاه انا مركز
انا بس ال NSX وال vCenter طفيتهم هنا وعملت لهم ريجستر على هوست بره عشان الريسورسز عندي ما تحصلش مشكله، لان الايدج ده بياخد عالي، وكان اظهر لي اكتر مره الارم كريتيكال ان هو بسبب ايه، قال لي بسبب السي بي يو الرام عندي فيه مشكله بتاع الايدج هيلث، قال ان كان عندهم ايه كريتيكال وكده، فلما شلته بقوا ميديم. قبل كده كان كريتيكال كريتيكال بسبب الايه الريسورسز، لما شلت الفي سنتر وال ان سيكس حطيتهم بره الدنيا بدات تقل شويه. نرجع نتاكد ان شاء الله امورنا تمام. الفيرلس ديبلويمنت اهوت لسه بيعمل ديبلويمنت الاول، هو عمل ديبلوي تمام وعمل باور الباور اون للفيرتشوال ماشين وظهرت معانا اهيت. نقدر نفتحها هنا في الويب نشوف الديبلويمنت بتاعها اللي بيتم فين. اهيت خلاص فتحت وقال لك ان هي الايه الاي بي ادرس بتاعها اهوت واللي تقدر تدخل عليه. طيب برضو نشوف هنا بقى المتابعه هنا وصل لحد فين، قاعد برضو عامل سكسسفول اهوت، كان الفول بروفايل نيم، قال لي تيست بقى كل حاجه. لسه هنا بيندنج فين في الريليز ديبلويمنت لوك فيرولايز، لسه بيعمل فيريفيكيشن لحاجات معينه تمام، اللي خلينا مبدئيا ديبلويمنت تام، هو لسه جايب لنا برضو الديبلويمنت تام. نعمل ريفريش. طيب تاني هنقدر نشوفه في احنا اصلا عموما فين بقى لما يتم لما يكمل يعني. هنبدا برضو نشوف السوليوشنز عندنا، لا مش سوليوشن، نقول كل الدومين هنا، وكان المنظر مش ظاهر، كان كده كده في الاول معانا ما كانش ظاهر معانا السيرفيس ديت، فعشان اظهرها اضغط هنا على الشكل ده عشان يظهر معايا الديتيلز ديت. وقلت له انا عايز اشوف الفيرلايز في ديتيلز، بدا يجيب لي هنا ان اقدر اشوف السيرفيسز. السيرفيس دي اهم حاجه فيها ان اقدر اشوف ايه اللي اتعمل ديبلوي عندي. ولو انتم شايفين ان هنا الفيرلايز ده مسك المانجر اهو، بس لسه ما تمش ما فتحش، ودي ملاحظه برضو ان انا اقدر افتح الفي سنتر والان 60 من هنا مباشره بالاس اس او، يعني مجرد الاكونت بتاعنا الاي بي ادرس بتاعنا يفتح لي مباشره الفي سنتر اهوت من غرض ما اضغط عليه هنا، ونفس الكلام في الان 60 تمام. هو بس ممكن يكون السكيورتي هنا محتاج الايه يعمل تراست ليها البراوزر ده عشان يفتح معانا. يا شباب معلش للفي سنتر فقط، لقد ان اس اكس طلب مني الكريدنشال واديتهاله فدخل. طيب باقي انا بالنسبه لي الفير لايس اوف سكيل مانجر لانه لسه ما تمش، مجرد ما يتم هيديني ان انا اقدر افتحه من هنا. هنقدر نشوف كده من هنا الديبلويمنت بتاعنا لسه بيعمل راننج اهوت. لو كبرنا الحاجات اللي احنا كلنا قاعد تيست فيها اهوت، ماشي في التستنج والفاليديشن، عمل سكسسفول، باقي بس ايه المجموعه الصغيره ديت، يبقى ايه ويعمل الكريد انستيتي داتا سنتر تير زيرو انترفيس والستاتيك روت كده الكلام ده كله يظبطه، يبقى نقدر ناكسس الفيرلايز اوف سايكل مانجر. المهم يا شباب دلوقتي انت مديله اي بي ادرس 192، ده اصلا مش في الرينج عندي خالص، مش في ولا اي بي ادرس عندي. طب هيديله بقى الانترفيس على انهي؟ فعملت ايديت كده، طبعا هو عمل، انا بكلمك يا شباب هو بيعمل كل حاجه اوتوماتيك، فانا ببص اهو لقيته اداله انترفيس اللي هو اكس ريجن مانجمنت اللي هو بتاع الاي في ان. لو انت فاكره رجعوا للفيديو القديم بتاع الاي في ان هتلاقي اداله اللي هو السيجمنت بتاع الاي في ان اللي هو اتعمل له كريت اوتوماتيك لما عملنا لي ديبلويمنت المره اللي فاتت اللي هو ايه ده، عمل له ربط على ده. طيب هل الفي ان اي ده مظبوط؟ لا، ما هو احنا عملنا ان اوفرلاي في اي اي بي ادرس جوه هيتاخد راوتنج ويطلع مع البي اتش بي عندي يطلع بيه بره تمام. ف نتاكد لحد ما يظبط ان شاء الله ونشوف هيظبطه، هو هيعمل لنا السيتنج هنا ان هو يعمل لي انترفيس على التير 0 وعلى التير 1، يعمل ستاتيك راوت ويعمل ديفولت رينيم نيم للفيرلايز تير 1، كل الكلام ده هيتم وقتها نقدر ندخل عليه من خلال الويب. ما خدتش انشات التير 1 ده، هو عمل ريجون ايه وعمل لي اللي هو جيت واي 01، عمل هو تير 1 من عنده. يعني مين اللي عمل تاني يا شباب الفيرلايز ده سايكل مانجر؟ هو اللي عمل لي، هو بيعمل كرييت تير 1 جيت واي، فهو انشا تير 1 جيت واي في ال ان اس اكس تمام. زي ما انتم شايفين كده ده هو انشاه، ولو تلاحظوا ده عليه سيجمنت وعمل لنا كونكتيفيتي لما عمل لنا ديبلوي للايدج، دلوقتي هو انشا ده برده في وسكسس كل حاجه شغاله اهو، وهيعمل له سيتنج بحيث ان هو يكون رابط ما بيني وبين الاي ادرس بتاع اللي انا عامله تمام. شباب السيجمنت اللي احنا ربطنا عليه اللي مربوط عندنا الفي سنتر مربوط منه نفس الاي بي ادرس بتاعنا اهوت، بيقول لي في اي بي ادرس مربوط عندي، اقول له ورينا الاي بي ادرس، هيوريهوني هلاقي الاي بي ادرس ايه اهو، بيقول لي انت رابط عندي الفيرلايز لايف سايكل مانجر واب كونكتيفيتي عنده. هو طول شويه بس خلاص عمل، لو تلاحظ عمل سكسس كله، سكسسفول هنا سكسسفول هنا، عمل كل الديبلويمنت وتم. نلاحظ هنا نبص تسريع على ان اس اكس هنلاقي التير 1 طبعا 1 مش جيت واي مش تير 0، تير 1 كرييتد
تمام. طيب احنا بقى عايزين نفتح الفيرلايزر سايكل مانجر. هنخش على الفي على الاس دي سي مانجر، هنقفل خلاص هو قال انه تم. طيب اشوف هنا الاف سيرفيسز اهو موجود هنا، تمام. طيب نقول افتحه. عملت تهنيك بس مجرد ما فتحت السامري وعملت السيرفيس هنا تاني بقى اكتف معايا اللينك اهوت. بعد ما اعمل ديبلوي اهوت هنضغط على الفي ار اس سكيل مانجر، نلاحظ انه هيفتحوا لنا في تيبه جديده. انا بس الجامب ماشين عندي فيها مشكله محتاج اعمل راوت عليها، بس انا فتحت اهوت من جوه الاكت دايركتوري نفسنا. وبالنسبه لي الفي ار اس سكيل مانجر حمل واشتغل وبدون اي عجز مني، واخد اي بي ادرس على ال ان اس اكس زي ما قلت لكم، ربط وعمل كونكتيفيتي بالنسبه لنا. بالنسبه لنا احنا نقدر ندخل بقى من هنا الفيرلايز سويت بقى نفسها، البرودكتس كلها نقدر نعمل لها ديبلوي من الفيرلايز لايف سايكل مانجر، نعمل لها روتيتد باسورد، نعمل لها سيرتيفيكيت، نعمل لها ايدنتي مانجمنت، ورك سبيس 1، كل سيرفيس دي من الفيرلايز لايف سايكل مانجر. خلاص. طيب بالنسبه لنا لو انتم مركزين معانا يا شباب، احنا كنا في الاول احنا كنا بادئين بالفي كلاود دايركتور، ايوه البيلدر. خلاص هل هنحتاج البيلدر ده تاني؟ لا انتهى خلاص، مش معنا ما عندناش محتاجينه. عملنا ديبلويمنت للفي سنتر والحاجات دي لحد ما وصلنا للاس دي سي مانجر. الاس دي سي مانجر عملنا ديبلويمنت منه ليه؟ للان اس اكس طبعا، الفي كلاود دوريت هنا قصدي، عملنا للان اس اكس والفي سنتر وورنا تمام. جينا هنا عملنا الايدج ديبلويمنت، عملنا الفيرلايز سايكل مانجر ديبلويمنت هنا، وزي ما انتم شايفين الدنيا اوتوماتيك خالص. اقدر اعمل باتشنج والابديت والحاجات دي، فيرجننج للحاجات اللي ورا دي كلها اللي هي ايه؟ الان اس اكس ده جاب لي الكلاود دايركتور الكلاود بيلدر. طبعا ده مجرد ما خلصت هنا وعمل لي الان اس اكس مع الفي سنتر خلاص سبته، بدات في الاس دي سي مانجر. لو انت بتابع معايا الحلقات عملت الايدج هات ظبطت معايا، عملت الفيرلايزر سايكل مانجر امورها تمام، اقدر اعمل فيرجنزنج الابديت للاس دي سي مانجر نفسه، الفي سنتر، الاي سي اكس اي اللي فيه، اعمل روتيت باسورد، اعمل الحاجات دي كلها من هنا للحاجات دي. ابدا بقى انا عايز اعمل الفيرلايز سويت. الفيرلايز سويت نبدا بقى ايه نستخدم لها الفيرلايز لايف سايكل مانجر اللي هو ده، نقدر نعمل ايه الحاجات دي. نلاحظ ان قال لي ايوه خلاص مبروك كده ايه الفيرلايز لايف سايكل مانجر اكتيف وابديت الفيرجن بتاعه اهوت واموره تمام. لو انت عايز تعمل ديبلوي للحاجات دي كلها تقدر تعملها ديبلوي من هناك او من هنا تمام. اعمل قبل اللي هنشوف مع بعض ان شاء الله الفيديو هذه الجايه ازاي نعمل واحد واحد من البرودكتس دي كلها، وازاي نعملها انتجريشن ونشوف الايه الاوتوميشن اللي حصل معانا. اتمنى تكون الحلقه دي فادتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش ملاحظه اخيره، احنا هنا في الاس دي سي مانجر بالنسبه لنا بيقول لي كل حاجه عمل لها في النيو تاسكت هنا، اللي هو ريسنت تاسك دي، واللي ديبلوي في علامه صح كده لو في اي ايشو ولا لا. تمام، السلام عليكم.